يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. دائما يعني بعد صدور نتائج البكالوريا والشهاده الثانويه بيصير في عنا الطالب شوي هيك احيانا بيضيع، بيصير في عنده شويه لبكه، بيصير في عنده عدم معرفه شو كيف بده يسجل، شو بده يساوي، شو بده يعمل. يعني دائما بهي الفتره بيصير هيك، لكن دائما نحن في عنا شؤون الطلاب والامتحانات بجامعه تشرين بيكون في عندها اساليب معينه، وحتى صار في عنا اساليب حديثه لتسجيل الطلاب على المفاضله. لنتعرف اكثر عن هي التفاصيل وشو الخدمات اللي بتتقدم للطلاب، معنا الاستاذ غيث الكعدي مدير شؤون الطلاب والامتحانات في جامعه تشرين. يسعد لنا صباحك يا رب، والحمد لله على السلامه. صباح النور لحضراتكم ولفريق العمل جميعا ولجميع المشاهدين. اهلا وسهلا فيك استاذ غيث. يعني مثل ما تفضل يزن، يعني في تساؤلات كثير كبيره وخصوصا بما يخص المفاضله. نعم. اذا بدنا نحكي كيف الطريق الصحيح لاختيار الفرع الصحيح للطالب ضمن المفاضله العامه؟ هلا بدايه نتائج المفاضله صدرت يعني، واللي اختار منبارك بدايه للطلاب بقبولاتهم الجامعيه اللي حققوها لهذا العام، واكيد الطالب لازم يكون اخذ بالاعتبار عند التقدم للمفاضله الرغبه يلي بتناسب يعني قدراته وامكاناته الفكريه والذهنيه، ولازم يكون اختار التخصص اللي بيناسب رغبته. نعم، صدرت نتائج المفاضلات للعام الدراسي 24-25، وكل طالب صار يعلم شو الفرع اللي حققه بالجامعة وحقق قبول فيه، ونحن بالجامعة بانتظار يعني ورود القوائم الاسمية للطلاب للمباشرة بتسجيل الطلاب المستجدين في الجامعة. حلو كتير. طيب دكتور استاذ، بالنسبة لموضوع التسجيل، يعني سمعنا في تسجيل الكتروني، في تسجيل، نحكي شوي عن هاي التفاصيل. طبعا هلا التسجيل بالجامعه دخل على منظومه تسجيل الطلاب ما يسمى بالدفع الالكتروني، الطالب بامكانه يسجل او يسدد رسوم الجامعه عن بعد، طبعا للطالب المستجد وللطالب القديم معا. سوريا عفوا جامعه تشرين وقعت مع الشركه السوريه للمدفوعات اتفاقيه من اجل تمكن الطالب من تسديد رسومه الجامعيه عن بعد من غير حاجة للعودة للجامعة، بعيدا عن الطريقة التقليدية السابقة يلي كان الطالب يراجع فيها شعب شؤون الطلاب المختصة في الكليات ويصير ازدحامات ويصير تجمعات طلابية. هذا الموضوع يعني لم يعد موجود الحمد لله، بيظل وجود آلية الدفع الإلكتروني عن بعد، بإمكان الطالب يسدد هذه الرسوم من غير ما يراجع الجامعة من خلال الدخول على موقع الشركة السورية للمدفوعات، والطالب بيكون يعني محضر حساب مصرفي، عنده حساب مصرفي بقائمة من البنوك اللي تم اعتمادها مع الشركة السورية للمدفوعات، وممكن يسدد من خلال ايضا شركات الخليوي والام تي ان والسيرياتيل، يعني وبدون ما يتكبد عناء مراجعه الجامعه لانجاز فقره التسجيل. الامور ميسره، نحن كل كوادرنا جاهزه يعني لخدمه الطلاب في هذا المجال. يعطيكم الف عافيه. ان شاء الله الامور كويسه. يعطيك العافيه استاذ غيث ولكل الكوادر اللي تعمل على تسهيل المشاكل اللي بيعترضها الطالب خصوصا ببدايه الجامعه. هلا اذا بدنا نحكي عن المفاضله بشكل عام، انا سجلت رغبه وبعدين انا بدي غير هيدي الرغبه، فيني انا قادره اني غير هيدي الرغبه او اغير الفرع الكليه؟ طبعا هذا متاح، ولكن ضمن يعني شروط وأنظمة يعني تنظم هذا الأمر. في سنة القبول لا يستطيع الطالب التغيير نهائيا. قبل الطالب للعام الدراسي 24-25 في اختصاص معين، في ذات سنة القبول لا يمكن التغيير. يمكن للطالب التغيير في العام التالي لسنة القيد في الجامعة، ما نسميه يعني بهذه المنظومة العمل تغيير قيد الطالب. طبعا الطالب عليه ان يسجل، يعني قبل عليه ان يسجل حتى يعني يحتسب طالب في الجامعه. وفي العام التالي للتسجيل في هذه الايام تماما فتره تغيير القيد مع بدايه العام الدراسي يتاح للطالب ان يغير الاختصاص، لربما في طلاب قبلوا في اختصاصات معينه لاحظوا انه ما بتناسبهم او ما بدهم اياها، بنفس سنه القبول لا يستطيع التغيير، يراجعنا مع بدايه العام الدراسي القادم الذي يلي سنه القبول، ويتقدم بطلب في مديريه شؤون الطلاب المركزيه في الجامعه لتغيير القيد
و لا الرغبة نعم. يعني في بيغير لأي نعم المقصود بتغيير القيد أي تغيير الرغبة التي قبل بها الطالب. طيب أنا فيني غير مثلا لأي ما لأي فرع بدي إياه؟ لا مو في شروط محددة. هلا في بعض الكليات تحتاج إلى مسابقات، عندنا مثلا كلية العمارة، كلية الفنون الجميلة، عندنا بعض الكليات تحتاج إلى نجاح باجتياز الطالب لاختبارات معيارية معينة مثل كلية التمريض مثلا، نجاح باختبارات معيارية للغات الإنجليزية والفرنسية في كليات الآداب، الطالب عليه أن ينجح في سنة القبول في هذه المسابقات. إذا رغب بالتغيير في العام التالي عليه أن يكون ناجحا أساسا في سنة التقدم للمفاضلي. حلو. والشرط أيضا الهام جدا هو شرط الدرجات. على الطالب أن يحقق علامات القبول في الاختصاص الذي يرغب التغيير إليه في سنة القبول وفي عام التغيير. أستاذ كتير يعني في حالات من الطلاب ينقبلوا بمحافظة وهي غير محافظة، ولكن الفرع موجود في منه مثلا على سبيل المثال بجامعة دمشق، وحابب أنه يغير من جامعة تشرين إلى جامعة دمشق بنفس الفرع، كيف ممكن تتم هذه العملية؟ أيضا هذا يعني يعرف بالتحويل المماثل. طالب قبل باختصاص معين يرغب بالتحويل إلى ذات الاختصاص في جامعة أخرى، يعرف بالتحويل المماثل بين كليات. متاح يعني هذا الموضوع؟ متاح، وأيضا في السنة التالية للقبول. طبعا تحويل المماثل يتم بالمخاطبة مباشرة بين عمداء الكليات، يعود تقدير هذا الأمر لعميد الكلية إذا كان يستطيع أن يمنح الموافقة للطالب أم لا من خلال قدرة الكلية على طاقة الاستيعابية وإمكانيات الكلية على استيعاب طلاب جدد. طبعا هذا الأمر يخضع أيضا يعني الطالب الذي يرسب في السنة الأولى يستطيع التحويل، وهذه فقرة هامة جدا، الطلاب يظنون أنه لا يستطيع الطالب أن يحول حتى يترفع إلى السنة الأعلى. هنالك حالة خاصة لطالب السنة الأولى الذي يرسب في السنة الأولى إذا حقق شرط الدرجات في الجامعة التي يرغب بالتحويل إليها في نفس سنة القبول، يستطيع التحويل حتى لو كان راسبا في السنة الأولى. ولكن موضوع التحويل يخضع إلى موافقة عميدي الكليتين المختصين يعني في كلا الجامعتين. بس هيك بتذكر أنه يعني أو يحكى أنه بينقص من سنة أو بيزيدوا مواده أو في هيك شيء أو لا؟ هذا ما يعرف بفرق الخطة الدرسية، لربما الخطة الدرسية في جامعة تختلف عن الخطة الدرسية نسبياً أو حلب مثلاً في الخطة الدرسية في جامعة دمشق المواد التالية بدي أحول إلى كلية مماثلة في جامعة تشرين المواد التالية، ربما يوجد في خطة جامعة دمشق في الكلية المختصة مادة غير موجودة في جامعة تشرين، أو العكس يتم تحميل الطالب هذه المادة ولكنها لا تؤثر على ترفعه من سنة إلى أخرى في عام التحويل. في عام التحويل فرق خطط درسية بيتم تنظيمها بطريقة معروفة ومعمول بها في الجامعة. يعني أستاذ غيث اللي يمكن الشغل عليكم هلأ صار كتير كبير، وخصوصا يعني شفنا كتير من الأشخاص من الطلاب دخلوا وأهلتهم علاماتهم أن يدخلوا أفرع بكثير من الكليات باختصاصات مختلفة، هون الشغل كتير كبير من الكادر خصوصا بما يخص شؤون الطلاب اللي عم بتسهل المعلومات لهيدا الطالب، هون التكاتف في هيدي الفترة كيف عم بيكون، الترتيبات التنسيق كيف بتكون؟ هلأ أكيد خلية عمل واحدة يعني ونشيطة في من إدارة الجامعة وكمديريتنا مديرية مختصة بشؤون الطلاب والامتحانات مع يعني أجنحة المديرية في الكليات شعب شؤون الطلاب، يعني توجه إدارة الجامعة مع كل بداية عام دراسي برفع سوية الأداء ورفع سوية الـ يعني الجاهزية لاستقبال الطلاب الجدد. الحقيقة يعني جهد كبير فعلا. صحيح. ولكن لابد أن نقوم فيه لخدمة أبنائنا الطلاب. تنسيق كبير ما بين الشعب والمديرية المركزية المختصة وإدارة الجامعة لتسجيل الطلاب ضمن المدد المحدد للتسجيل، ولن يعاني أي طالب إن شاء الله من التسجيل، وأي مشكلة تواجه أي طالب ستحل قطعا يعني على الأقل. يعطيكم ألف عافية، فعلا جهود كتير كبيرة يعني دائما يعول عليكم وخاصة ببداية السنة. هلأ على مدار السنة في جهود كتير كبيرة، لكن ببداية كل عام دراسي يعني جهود كتير كبيرة بتكون موجودة. صحيح. أستاذ إذا بدنا نسأل عن الطالب المنقطع، في الطلاب بينقطعوا لسنوات طويلة يعني مثلا أحيانا 5 سنوات أو 6 سنوات، كيف ممكن يرجعوا يراجعوا الشؤون يعرفوا تفاصيل خطة رجعتهم للجامعة؟ نعم هلأ أستاذ يزان هاي يعرف بطالب يستنفد فرص الإبقاء، يعني الحالي طالب استنفد فرص الإبقاء في الجامعة
انقطع فترة زيادة عن الفترات المتاحة بيدخل بأحكام الاستنفاد. طبعا كنا سابقا قبل 2020 قد يستنفذ الطالب وينتظر سنة أو سنتين حتى يصدر مرسوم مثلا بالسماح للطلاب المستنفذين بالعودة إلى الجامعة ضمن شروط ومحددات معينة. بالعام 2020 صدرت مكرمة من السيد الرئيس بالمرسوم 125 عدل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأتاح مباشرة للطالب الذي يستنفذ في أي سنة دراسية أن يسجل مباشرة ويتم منح عامين دراسيين في سنة الاستنفاد. طبعا المرسوم 125 يعني أصبحت حالي دائمة، أصبحت يعني حالي مستمرة، الطالب الذي يستنفذ هو الجامعة مستعدة مباشرة للاستقبال والمتابعة معه. يتغير النظام المالي للطالب فيها يعني فقرة مهمة للطالب المستنفذ، إذا كان قبوله عام يتحول إلى الموازي، وإذا كان موازي يسدد ضعفي رسم الموازي. المرسوم 225 أعطى مهلة للطلاب اللي استنفذوا قبل صدوره للتسجيل ل 15/9/2022. طبعا في مجموعة من الطلاب ما سجلوا ضمن هذه المدد وتجاوزوا هذه المدد، فأيضا تم يعني العمل على إصدار مرسوم آخر رقمه 225 لعام 2023، منح هؤلاء الطلاب أيضا فرصة جديدة لغاية 15/9/2024. الحقيقة يعني كل قضايا الطلاب متابعة بدقة ومن أدنى المستويات إلى أعلى المستويات. ما شاء الله تسهيلات. نعم. الطالب يعني الوزارة مشكورة، لم تقصر بتقديم مقترحات لصالح الطلاب، وتمت إصدار مراسيم يعني بمعالجة حالات الطلاب المستنفذين، والباقي على الطالب بصراحة يعني أنه يشتغل على حاله ويدرس. هذا فيما يخص المستنفذين. نعم. هلا إذا بدنا نحكي أنا طالب ببداية الجامعة، نعم، سنة أولى بدي يسجل ويقف تسجيله، نعم، كيف نعم هون الحالات؟ طبعا متاح هذا الأمر للطالب، طبعا ليس فقط للطالب المستجد، وحتى الطالب القديم يستطيع الإيقاف، أن يكون سنة ثالثة أو رابعة أو خامسة يستطيع الإيقاف. متاح للطالب في الجامعة أن يعني يجمد وضعه الجامعي أو إيقاف تسجيل لمدة عامين على الأكثر. يستطيع أن يوقف فصل ويستطيع أن يوقف عام. متاحة للطالب ضمن شروط معينة، في شروط شروط أن الطالب لا يرغب بمثلا تقدم الامتحانات بهذا الفصل، أو لظروف خاصة بالطالب ما بيقدر يتابع أموره في الجامعة. متاحة يعني للطالب أنه لأن إذا الطالب ما أعطي فرصة أنه يوقف تسجيله إذا دخل على الامتحانات بظروف ما أنا مناسبة قد يخسر الامتحانات ويخسر يعني حتى بهي في مراعاة من أكيد بالنهاية القضية مع الطالب ليست قضية تعجيزية، القضية الطالب يأخذ هذه الجرعة العلمية المطلوبة وتهيئته أن يصبح كفاءة باختصاصه إن شاء الله. والأنظمة والقوانين هي بالنهاية لخدمة هذه العملية بالنتيجة تماما أبدا. ودائما يعني شؤون الطلاب بتكون مع الطالب يعني بكل الأمور بكل القصص يعني من بداية من السنة الأولى إلى سنة التخرج، فهذا شيء كتير يعني مميز. خلينا نقول أكيد يعني نحن أبو أمه للطالب بالموضوع، يعني نحن مسؤولين عن متابعة شؤونه، متابعة كل ما يتعلق فيه من لحظة دخوله إلى الجامعة إلى لحظة استلامه شهادته ومغادرة الجامعة كخريج يعني، وهي مسؤوليتنا وإن شاء الله ما رح نقصر فيها مع كل الطلاب رغم الأعداد الضخمة للطلاب إن شاء الله. بس هيك على عجالة أستاذ غيث، متى يعتبر الطالب منقطع؟ بس بنذكر للمشاهدين هلا مفهوم الطالب المنقطع هو الطالب الذي يحق له التسجيل لكنه لم يسجل. يعني مثلا أنا طالب مستجد في الجامعة أو سنة ثانية مثلا، ويحق بدأ العام الدراسي الآن 24-25 يحق لي التسجيل لكنني لم أذهب إلى الجامعة ولم أسجل ولم أسدد الرسوم ولم أتقدم للامتحانات، وأنا لا أزال ضمن المدد المسموح لي فيها في الجامعة. طالب يحق له التسجيل ولم يسجل، يأتي في العام الذي يليه، يعني به الحالة يتم إعادة الطالب إذا هو نعم. بس لكن في طلاب أيضا أستاذ يعني بيسجل على المفاضلة بيطلع من الفرع بس ما بيداوم ولا بيساوي أي إجراءات ولا بيسجل ولا أي شيء. نعم. كمان يعتبر منقطع؟ نعم يعتبر منقطع. ويمكن طبعا في فترة تسجيل الطلاب المستجدين تصدر قرار مركزي من الوزارة يعمم على كل الجامعات فترة تسجيل الطلاب المستجدين. إذا تجاوز الطالب تسجيل يعني خلال العام الدراسي نفسه يمكن تسجيل الطالب
يعني من خلال تقديم طلب إلى إدارة الجامعة. إذا تجاوز العام الدراسي يحتاج إلى تقديم طلب إلى وزارة التعليم العالي لتسجيله، لأن بيصير تسجيله عن عام دراسي صحيح. سابق تنتهي صلاحية الجامعة. يعني يعامل الطالب يعني هي حال الطالب أنه انقطع عن تسجيله بالفترة النظامية ويتم إعادته. أستاذ غيث الكادي، مدير شؤون الطلاب والامتحانات بجامعة تشرين، شكرا كثير لك، يعطيكم ألف عافية على كل الجهود المبذولة اللي عم تقوموا فيها. شكرا لحضراتكم، شكرا للفرصة اللي قدمتوها، إن شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد لأبنائنا الطلاب. أهلا وسهلا فيك أستاذ غيث، وبنشكر كل الكوادر الموجودة بجامعة تشرين اللي تعمل على خدمة الطالب السوري. أهلا وسهلا، شكرا لحضراتكم. نورتنا.